فيروس كورونا الذي أثار الذعر في العالم، ومشوارنا رح يتجدد بدنيا دنيا ورح يكمل مسيرته إن شاء الله بعام 2020 إن شاء الله. اليوم 30/12/2018 الحلقة قبل الأخيرة. خليك معي يا معلم، ادعس أشوف في آخر حلقة في 2016 2015. كل عام وإنتوا بخير. 1/1/2011. رؤيا بلشت مشوارها على الهواء من 10 سنين. المشوار ما كان سهل، بين ظروف اقتصادية غير مشجعة وبيئة اجتماعية وفنية خاصة وظروف سياسية ملتهبة في المنطقة، لكن مع كل هذا كان الموضوع يستحق. ليش؟ عشان أقدر أحكي لكم لازم أحكي لكم قصة رؤيا من الأول، من قبل ما تصير قناة، من لما بلشت بفكرة. القصة بدأت من عام 1989، من لما التوجه الأردني نحو الديمقراطية رفع من مستوى الحريات وتم تعديل قانون المطبوعات والنشر من أجل تشجيع التنافس في صناعة الإعلام، ومن هنا دخلت مؤسسات إعلامية جديدة للبلد ليثبت وجودهما السليم علناً في حياتنا دون تردد ولا وجل، في الصحافة والإعلام وفي المجالس الخاصة وفي اللقاءات العامة. وفعلاً تم منح الرخص لأكثر من 47 قناة تلفزيونية، وأصبح للمواطن الأردني حرية الاختيار بينهم. بس مع أنه كان في أكثر من قناة، إلا أنه كان في حاجة لقناة أنها تنافس وتجذب المشاهد الأردني والعربي، ومن هون إجت الفكرة. في عام 2009 الفكرة صارت مشروع لما اشترت مجموعة الصايغ محطة وطن التلفزيونية، والمشروع أصبح له رؤية، رؤية على الشؤون المحلية والإقليمية والعالمية، تتبنى مقاييس مهنية وأخلاقية عالية، رؤية لبرامج وأخبار متميزة. ضلك على القديم ولا تبني من جديد؟ هذا كان التساؤل الأساسي في 2009. السؤال كبير، ولهذا تم تنظيم ورشة عمل في البحر الميت بتاريخ 10/12/2009، وبحضور نخبة مختارة من المختصين من داخل الأردن وخارج الأردن، ليتم التخطيط لقناة تتجاوز البعد المحلي من خلال نوعية البرامج ومستواها الفني والمهني. قناة رؤية، الاسم اللي تم التوصل له بعد نقاشات واقتراحات كثيرة. بالأول كان رؤية، بعدين صار رؤية. قناة مختلفة عن الموجود، قناة فضائية متنوعة شبابية بمحتوى يوصل للمشاهد الأردني والعربي. الرؤية اللي ما بتصير من غير ما نهتم بقيمنا الأساسية من مصداقية واحتراف واحترام الآخرين. هاي هي قناة رؤية. وبدأ العد التنازلي، وبدأنا التجهيزات من معدات وكاميرات، واستأجرنا استوديو في المدينة الإعلامية، وعملنا ديكورات، والشغل لم يتوقف لا ليل ولا نهار. ما وقف الشغل لهون، كان لازم نعكس الرؤية الجديدة والمميزة من خلال الشعار والألوان والدعاية والإعلان وجلسات التصوير لمقدمين رؤية الجدد. وأجت اللحظة وصار موعد البث الرسمي للقناة، الموعد اللي تم اختياره بعناية ليتزامن مع الذكرى 20 للبث الفضائي العربي، 1/1/2011. وقبل اللحظة شغل كتير وتحضير كتير، ولأن رؤية اعتمدت على البرامج المباشرة كان التحدي كبير. وزي ما بتعرفوا المباشر يعني مصداقية، فهالمصداقية رح تتطلب فريق عمل جدي وكبير، فريق من المنتجين، المعدين، المخرجين والمذيعين. والبرنامج اللي بيبدأ بفكرة وجهد بعد التفكير وأسابيع من التطوير بيتحقق ومنوصل للحظة. رندا ستاند باي 4 3 2. هوا. صباح الخير وكل عام وانتو بخير. 1/1/2011 اليوم الأول من السنة الجديدة، وهالسنة رح نبداها مع بعض.
صباح الخير. أهلا بكم من جديد. مساء الخير. بكل خير نحييكم مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير إلى كل من يتابعنا. ومن السنة الأولى وفي أفكار جديدة وإنتاجات متنوعة برؤية. في حضرة الغياب والتغريب الفلسطينية كانوا من أوائل المسلسلات اللي اشترتها رؤية وعرضتها على شاشتها. أما البرامج الكوميدية فأول البرامج الكوميدية اللي انعرضت على شاشة رؤيا كانت نكت شوارع بث بياخة وأنا بحكي لك القصة. بالسنة الأولى تنوعت برامج رؤيا بين برامج ترفيهية وحوارية باللغة العربية والإنجليزية، وكان دائماً إنتاجات خاصة لشهر رمضان الفضيل. أول رمضان كان خاص جداً لأنه تميز بعروض كوميدية لشباب أردنيين، واللي أصبحت فيما بعد في 2012 ساعة كوميديا، وصارت ساعة كوميديا من أهم الفقرات اللي بتنتجها رؤيا لمشاهديها. بتتطور النجاحات والتجارب والإنتاجات، فأنتجنا 17 برنامج طبخ و13 توك شو و23 برنامج ومسلسل. مع التطور دخلنا تجربة جديدة، فبال2019 أنتجت رؤيا أول عمل درامي إلها بعنوان سلاح بلا جريمة. رؤيا صارت القناة الأكثر مشاهدة محلياً بكل الأوقات تقريباً ما عدا فترة الأخبار. ليش؟ لأنه ببساطة ما كان في عندنا نشرة أخبار، فإجا الوقت أنه نعمل نشرة أخبار. تم إنشاء قسم كامل للأخبار اللي فيه كل خبر بيوصل من مصادر متعددة. بعد التحقق من صحة الخبر بنقوم بإرسال أحد مراسلينا المتواجدين داخل أو خارج المملكة لتغطية هذا الخبر. بيجهز المراسل خبر وتقرير وبيرسله لغرفة تحرير الأخبار اللي بدورهم بيشرفوا على مونتاج وإنتاج هذا التقرير. بعد هيك الخبر بصير عند معد النشرة اللي بيضيفه على نشرته، وهون بيجي دور المذيع بيحضر نشرته وبيقرأها وبيحضرها وبيشكلها مع المدقق اللغوي. قناة رؤيا تعلن عن إطلاق نشرة الأخبار بعام 2012 ب 25 أيار بذكرى عيد الاستقلال. كان أول بث مباشر للنشرة الإخبارية اللي من خلالها رؤيا استضافت كثير من الضيوف والمستشارين باستوديوهاتها وغطت أهم وأبرز الأخبار الأردنية والعربية والأحداث المباشرة اللي كانت بتحتاج لطاقم عمل كامل لتغطيتها مشان ضمان عمل مقابلات مباشرة بمكان الحدث ووقته ولتكونوا مطلعين على آخر المستجدات أول بأول. بدأت رؤيا بعدد بسيط من المواهب والكوادر البشرية، وكان دائماً في حرص على استقطاب الأشخاص الأكفاء، وبعد 10 سنين صار عدد موظفي رؤيا 222 موظف، وهذا عدا الاستشاريين، شركات الإنتاج وأيضاً الكوادر المستقلة اللي بتتعاون رؤيا معها بشكل مستمر. لحظة شوي، ولأنه جمهورنا بيهمنا عملنا مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصلوا معنا، نسمع منكم آراءكم ومقترحاتكم وتحضروا الحلقات والبرامج اللي ممكن تكون فاتتكم. وموقع رؤيا الإخباري صار واحد من أهم المصادر الإخبارية في الأردن، وتطبيق رؤيا عملناه عشان نكون معاكم وين ما كنتم. كثير من المؤسسات والشركات الإعلامية الكبرى لاحظت التقدم والتطور في رؤيا وتشجعت لإقامة شراكات مع هذه القناة، ومن هاي المؤسسات الدويتشه فيله والسي اف اي والبي بي سي والانترناشنال ميديا سبورت. وبعدين توسع الانتاج الاعلامي بشكل كبير، ولما كان هدفنا نبدا من الاردن ومن ثم ننطلق للعالم العربي قمنا بافتتاح استوديوهات ومكاتب في فلسطين عام 2014. بالعشر سنين انجزنا كثير وجربنا كثير، ومن تجاربنا اتعلمنا وتطورنا، ومع كل عمل كان بتجدد الأمل والشغف، وقدرنا نعمل برامج كثير. فلولا التجربة كان ما وصلنا، ورؤية قدرت تغطي أغلب أمورنا الحياتية والاجتماعية، قدرت تساعدنا بمعرفة معلومات وتخلينا جزء من نقاشات بتهمنا وتزودنا بأهم وآخر الأخبار عشان نقدر نوصل للجميع، وبنفس الوقت نوصل صوت الأقليات للكل. وهذا الإنجاز كان مستحيل من غير الكوادر والخبرات الموجودة في رؤيا اللي اشتغلت ليل نهار وضحت بالكثير من أجل إنها تعمل الفرق في الإعلام الأردني. وكان هذا الفرق
هو رؤيا. كل شغلنا وإنجازاتنا وتعبنا وصلنا للعشر سنين. بمجهود العاملين في رؤيا قدرنا نترشح نحصد جوائز كتيرة اللي بتأكد على تميزنا وتقدمنا. وصلنا لناس أكتر وكسبنا ثقة المشاهدين لحد ما وصلنا لنكون القناة الأولى في المشاهدة في الأردن. الإنجاز اللي ما كان ممكن يتحقق من غيركم، فشكراً لكم لأنه معاكم وصلنا، رح نضل ومعاكم مكملين.